حكموش على النزار ونادى، النزار ونادى حتى 5 في شهر 10 عين في تمسنا، ولكن النزار ونادى باقي ما حكموش عليهم. تنتمنى ان شاء الله ينقصوا لي شويه الحكم وصافي. نزار ان شاء الله غادي يخرج. يا ربي يا خويا، يا ربي يا خويا، يا ربي وانا بغيتهم يخرجوا كاملين قاوي ويجمعوا راسهم ويحلوا. اللي تحكم مع الدو خروج، اللي تحكم تحكم. دابا اورماي الزاكي تحكم، باش دابا نشوفو غير نادا ونزار الله يفرج عليهم وصافي ديري يا نشوف. مديرة، كل واحد انا يروح والله ما يقول في راسي، واحد. حاولوا تكتبوا لي السنين وانا تنقول لهم الله ينجيه الله ينجيه، والله ما في راسيش، والله ما في راسي شي حاجه تقلتيها لي حتى دابا. صفت لك ميساج البارح، ما قريتوش ما شفتوش؟ البارح كنت خارج، انا كنت كنصور لك قلت صافي نعسي وخليتك نيت، وانا غير كنت خارج وما دي عيط ليا اودي مصيبة صافي. الله يطلق صراحه. يا ربي السلامة يا ربي، والله ما في راسي شي حاجة. دابا المشكل هو ديال نادا ونزار ورماي. دابا الزاكي مسكين الله يشوف من حاله. اوكي اللي وقع وقع، الزواج ديال نادا دابا ونزار هو راه بقى فينا. راه قلتي لي انا تصدمتيني، والله حتى تصدمت. انا ما كنتش كنصحاب يعطيو كاع داك الشيء. اورماي دابا هو تحكم، ما عندنا ما نديرو، نطلبوها ربي يشوف من حاله ينقصوا ليه ولا شي حاجه. دابا المشكل باقي الحكم ما تحكمش، نادا ونزار باقي ما تحكموش، تنطلبوا الله يفرج عليهم. هما الذاكره واللي وقع وقع، الله يفرج عليه والله يا ربي شي معجزه تنقص ليه الحكم وصافي. اصلا شي راسك ما بغيت نقول لك، كتبت لك في بريفي غير شت الناس دابا كيكتبوا في لي كومونتير. والله ما شفتك، والله انا كتبتي لي وما في راسي والو. وبعدين حولهم في اللايف الصباح تيقولوا لي، راه اكيد الصباح كيكون تيقولوا لي في اللايف تيقولوا لي راه الزاكي تشد السنين، تنقول لهم الله ينجيه. انا اللي ما في راسيش نجاح، والشهود مع نزار ونادا باقي ما يحكموا عليهم حتى 5 في شهر 10، 5 في شهر 10 عاد باش نشوفوا شنو كاين. الله يسر الله يفرج عليهم يا ربي امين. والله تعصبتيني بالله، ما في راسي حتى حاجه. انا انا لا صوتك والله ما في راسيش، انا كتبوها لي الصباح تيكتبوا لي مع مولفين ديما تيكتبوا، كتبوا لي في 6 سنين وانا كنقول لهم سر الله ينجيه. انا حتى دابا بصح انا كنت صحابهم غير كيضحكوا. خوتي طلبوا الله يطلق سراحه ومتوقفش تشفاو، راه اللي تشفى تبلع. قلت لي دوار اي حاجه كديرها ولا كتقول اكثر. الله يستر الله يستر اخويا. راه تشوف عدوك عدوك وما تبغيش لي الحبس، عدوك حلو. الله يستر على كل شيء وكل واحد، والله يطلق سراح الجميع. شلا ناس ظلمونا وهضروا فينا وداروا وطلقوا الاوديوات ديالنا وهادي، وما بغيناش ناديهم، ما بغيتش ناديهم. علاش؟ لان نهار غيكون نهار الله يستر الانسان تتوصل للمحكمه وتشوفيه كيشدوا فيه، غيبقى في الحال غتندمي. تنقولوا خليهم منهم الله، شحال من واحد ظلم علينا وما بغيناش ندعيه، تندعيه غير الله. أوتي اخوتي انتوما كتسمعوا الشهود ونادى باقيين حتى 5 في شهر 10، أنا طلبوا جد لي اخوتي، طلبوا لي طلبوا ربي يشوف من حالهم وصافي. انا هذا جات هو اللي الاخبار كنطلبوا لهم. انا جات الاخبار انا ما عنديش بقى نطلع في اللايف هذا بقى نهضر واش كشي. جاتني الاخبار كتبتها لك في بريفي فهمتي وما والله قريتيش. ما في راسي سليمان، اقسم بالله ما في راسي. تطلعتي معايا قلتي لي دابا الناس درت اللايف الصباح وتكتبوها لي لقيا ليكم تصحابو ما كيضحكوا. انا علاش قلت لك هنا؟ حيت الناس صافي عارفين وكيجيبوها سخونه ما عارفين كيجيبوها. كيجيبوها من المقلة، وحنا ما فروسناش وما فروسهم، وقالوا لي انا الصباح وما تيقتهمش.
غادي يخرج في 2030. مش هتحس حسبت في الكالكيلاتريس. خطر، مش لسه خطيرة. قالك يقدر يكون شي عفو ملكي، تيقدر يدوز مرة مرة، كيجي عفو ملكي ولا شي حاجة. ما عرفتي ربي اش خازن ليه. لا اختي مالك، محكموش على الزاكي، حكموا غير على الزاكي، الاخرين باقيين حتى شهر 5 في شهر 10. وفين الحكم كان؟ في المحكمة ديالاش، ديال تمسنا، المحكمة ديال الرباط. غيكون تحكم في المحكمة ديال تمارة، لأن تمارة حنا تمسنا تابع تمارة، غيكون تحكم في تمارة، لأن حنا تمسنا تابعين لتمارة ولا الرباط، واحدة فيهم. عطاو اختي 6 سنين، مسكين. الله يستر وصافي. هاد الصوت في الميديا، الله يستر يا خو، ولا في غير المشاكل. هاد الصوت في الميديا فيها المشاكل، هاد الصوت في الميديا كي كطلعي تضحكي وتنشطي وهادي، ولا ما عرفتيش اش كتقولي وما عرفتيش كيفاش تصرفي. حميمتي، راه حنا اللي كنشدوا الشحن، حنا سمعي اللي كنشدوا الشحن. هذا ونزار باقي ما تحكموش اخوتي، قلت لكم 5 في شهر 10 حكموها على الزاكي، هو اللي حكموا عليه. نزار ونادا باقي ما حكموش عليهم، والشهود باقي ما حكموش عليهم، حتى 5 في شهر 10 حكموها على الزاكي. جي السلام اختي، جي خويا ولا اختي، ما بقيتش قلتي لي ديك المرة خويا. ما عرفت مليكة فين غبرتي البارح شحال. واش اختي انا نتكلاشا مع وحده كتعرف امها وباها النوض، انا نتكلاشا معاها؟ تمشي لو بغات تشهر تمشي تخلص الناس ويشهروها، مشي نتكلاشا انا مع هذيك تمشي تخلص الناس يشهروها، ما تشهرش على ظهري انايا. انا الاسم ديال حتى شي حد، انا فيا وحده هو ما ما كان شي، كنجبد اسم حتى شي حد. ودابا انت شوفي اللهم تبقاش جالسة تبركك في عباد الله. طالعة جابدة الأوديو ديالي أنايا، هذاك الأوديو اللي صيفطتو ليها، طالعة كتسمعو العالم كامل وتقولي لي مريضة المرض ديال الله. هذه الله، هي طالعة كدير ملي كنت في المغرب صيفطت لها أوديو. اش دارت؟ ناضت شداتو وسمعتو للناس كاملين، عطاتو للنيبال سمعو في اللايف. هذه مريضة، هذه تبقى فيا، هذه أكبر. ولا بغات شهر تخلصني، ولا بغات شهر تخلصني، كون شهر نتعاطى معاها. ما قاضى، لأن المدة السجنية ديال التشهير راه كملات. والله يخفف، الله يفرج على نادا، والله يخفف الحكم على، الله يخفو إن شاء الله على الزاكي وصافي. هادشي اللي نقدر نقول، ما نقدر نقول حتى شي حاجة. شوفي شوفي نقول لك واحد الحاجة، خصو إلا خرج يدير عقله، إلا ما داش عقله هذه المرة صافي. أنا بعدا شوفي، أنا بعدا نشوفو مازال داير شي لاف كيبدا يخص الهضرة، غادي نحيد ليه الكونترات كاملين، غادي نمشي يا مامي وأحلى مامي. وتانتي تانتي ما تبقيش خص الهضرة، وجمعي راسك، واللي اللي يسبك خليه يسبك، راه السب ما غاديش يلصق فيك، هادي ديريها في بالك، اللي يسبك خليه يسبك، اللي يعايرك خليه يعايرك، ديري محتوى زوين وطلعي ديري التحديات ديالك وصافي. دابا انتي سبك واحد وسبيتيه، شنو استفدتي؟ ما استفدتي استفدت منه؟ والو، بقاش حنا اللي كنت تصدق شوفي دابا. صافي، هادشي اللي استفدتي. المهم تهلاو في راسكم اخوتي. الجميع هادشي ولا ما بقاش كيعجب اخوتي، هادشي ما بقاش كيعجب، غير ما بقاش كيعجب. حقاش دابا الواحد خصو يقس على لسانه، واحد بواحد كيتشدو كيتعاقبو. يعني اللي تيبقى يجبد في عباد الله ويشوه في عباد الله والتشهير والقذف وداك الشيء، راك شتو الاخيره ديالو، كلهم دوزوا الحبس. دونك هاد الشيء راه ولا كيخلع. من الاحسن الواحد حقاش هادو اللي كيطلعوا في اللايفات وهاد اليوتيوبرات وهاد الشيء، هما اللي كيشوف. اما اللي تيتفرج راه ما تيخلصش، حنا اللي كنخلصوا. دونك اش غنقول لك؟